فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: العمرة من الرضيع الذي له أقل من سنة، هل هي صحيحة؟ نعم، تصح العمرة والحج من الرضيع، ولكن وليه يجنبه محظورات الإحرام ويحمله في الطواف والسعي ويحلق رأسه، وبهذا تتم عمرته. أما إن كان مميزا فهو الذي يحرم لنفسه، وهو الذي يطوف يسعى لنفسه مع ولي أمره. نعم.